واش غنقول لك هذا الاقبال الكبير اللي على انا ماشي انا في القاعات السينمائيه اللي حتى حنا فاجئنا حتى انا شخصيا فاجئني تنظن السبب ديالو هو الثقه رجعت الثقه انا الجمهور المغربي ولا عنده ثقه في العمل المغربي وفي الفن المغربي بغينا ولا كرهنا رغم كل ما يوقع ورغم كل هذا الشيء اللي تنشوفوا على المواقع وبصح كاين واحد الهجوم كبير على الفنان المغربي وعلى المبدع المغربي من المواطن اللي اعتقد لا يتاثر تماما بهذه المظاهر او الهجوم السلبي على المبدع المغربي انا الفن المغربي باغي يشوف عمل مغربي الى مشيت عند الناس المسؤولين على القاعات ولا المالكين ديال القاعات تيقولوها حنا تجمنا تضحكوا تيقول بصح باش تحط عمل اجنبي قوي جدا وعمل مغربي ولو يكون بسيط تيكون اقبال العمل المغربي تبقى المواطن تيدخل ذاك العمل المغربي واش عجبو ولا ما عجبوش تبقى على حساب العمل مي تيدخل هذاك العمل المغربي وتيبغي يشوفه دونك الى عطيناه عمل يعني شيئا ما يحترم المقومه ديال العمل السينمائي كيف ما كان لو جون ديالو كان عمل رومانسي عائلي اجتماعي او عمل كوميدي راه غادي يمشي يدخل يتفرج وهذاك الشيء اللي وقع في انا ماشي انا لانه قدمنا عمل فيه قصه قدمنا فيه نجوم كبار قدمنا فيه واحد النوع ديال البهجه واحد النوع ديال المتعه فيه مغامره وهذا تنظن الشيء اللي هو جديد في هذاك العمل انا ماشي انا ماشي غير عمل كوميدي عمل مغامره تنتبعوا البيرسوناج تيمشي في مجموعه ديال الفضاءات تيمشي للصحراء عنده بزاف ديال المطاردات هو في الجمل هو ضايع في الصحراء هو مسجون هنا هو متبوع هنايا دونك الناس دخلوا تمتعوا وماشي غير دخلوا وعاودوا شحال من واحد تنطلقات يقول يدخل ثلاثه المرات اربعه المرات الناس جابوا عائلتهم الناس جابوا داروا كادويات في المناسبات الناس يعني باقي لدابا حنا وصلنا الاسبوع قيل 11 ولا 12 وباقي العمل في اقبال كبير الحمد لله دونك المشاهد المغربي رجعت له الثقه في الدراما المغربيه رجعت له الثقه في المسرح المغربي حتى هو راه جد متميز المسرح حاليا ورجعت له الثقه في السينما المغربيه دونك سنستغلوا هذه العمليه هذه ونستغلوا ما حد الجمهور باقي تيبغينا ونخرجوا اعمال اقوى ونخليوا انه الناس اللي عندها الفلوس تبغي تستثمر في هذا المجال هذا وتحط الفلوس في هذا المجال هذا راه كاين فيه الربح خصهم يزعموا دابا لحد اللي تيزعموا غير الناس ديال الدومين غير الناس المنتجين اللي هما في المجال ولكن اللي بايور دو فون الناس اللي هما مستثمرين خصهم يدخلوا لانه هو المنتج راه فكره مخوده غلطه وقيله في المغرب المنتج هو ديك الرجل او ديك الانسان او ديك الانسانه اللي عندها الفلوس وعنده فلوس بغى يصرف على الفيلم لا المنتج هو اللي تيشرف على العمليه الانتاجيه ديال الفيلم اما اللي تيحط الفيلم هما المستثمرين يعني ملي يجي المنتج يبغى يدير واحد الفيلم خصو يلقى الفلوس من البنك فلوس من الشركات فلوس من المستثمرين الناس يحطوا فلوسهم وتياخذوا الربح ديالهم هذا العمل اللي خصنا نوصلوا له هذا العمل اللي ما عندناش في المغرب نفتقدوه بشكل كبير اما المنتج هو يجمع لي فون وعاد يوزع الفيلم وعاد يعطي يشتغل مع الموزع جنب الى جنب باش يقلبوا على لي مارشي ديال الفيلم خصنا نلقاو لي مارشي ديال الفيلم حنا عندنا 30 مليون او 40 مليون ديال السكان ما كافياش باش الفيلم ينجح خص الفيلم قالوا اسواق خارج المغرب يدبلج ولا يترجم ولا ما تيهمش بحال السينمات الاخرين ويقالوا دونك باش نديروا هذا الشيء خص استثمار كبير لان الميزانيه ديال الفيلم ديال التصوير راه هي خصها تكون غير 30% حنا باقي ديك 30% باقي نطيح فيها اما 70% خصها تكون الترويج للفيلم تقلب على الاسواق تبيع الفيلم ديالك تبيعه بالممثلين ديالو باش الفيلم يدخل عمله صعبه للبلاد راه الدول الاخرين عايشه غير بالسينما راه نتوما عارفين الدول اللي عايشه بالسينما دونك خصنا المستثمرين يدخلوا الا لقينا 4 5 6 مستثمرين في فيلم واحد وقدرنا ننجو حتى 6-7 افلام في العام صافي عاد تولي عندنا صناعه ديك الساعات عاولي انسان الاب ولا الام يفتخر ان ولده غادي يقرا السينما لان غادي السينما في المستقبل تولي اميتي يقول ولدي تيقرا التوزيع ولدي تيقرا الانتاج ولدي تيقرا الاخراج دونك تيقولها كما تيقول ولدي تيقرا الطب او تيقرا الهندسه راه حتى هي صناعه حتى هي تدخل عمله صعبه حتى هي غادي تفتح بيوت حتى هي غادي تزيد في المنتوج الصناعي ديال البلاد واخا واش باقي مقبول اننا نقولوا عندنا اكراه ديال اللهجه المغربيه فيما يخص الانتشار ديال على مستوى الوطن العربي لا ما تنظنش الاكراه ما يكونش لسببين السبب الاول هو انه كاين بزاف ديال السينما دابا انتشر بشكل قوي جدا اللي كنت نقولوا اللهجه صعيبه من السينما الكوريه هي كاينه في المنصات الكبار المشهورين في العالم هي تهدا ثاني حاجه كاين بزاف ديال الحلول كاين الدبلاجه كاين دابا الذكاء الاصطناعي غادي يجي واحد السنه سنتين غيسهل ما يبقاش كاع الفيلم عنده مشكل كاع ديال الدبلاجه انه الفيلم تحطه اوتوماتيكمون تيدبلج وتيتهدا دونك ما تنظنش خص الفيلم غير يتسوق الافلام الايرانيه راه تسوقت لان قوله مارشي الافلام التركيه تسوقت قوله مارشي الافلام الاسبانيه افلام بزاف ديال السينمات اللي تسوقوا خصنا حنا نقلبوا على لي مارشي في الاول اللي تلائموا المفهوم
الفهم ديالنا للسينما يعني افريقيا الخليج اسيا جنوب افريقيا، ماشي تنقولوا نسوقوا وعاد نمشي نوزعوا الفيلم ديالنا في بريطانيا، ما يمكنش نوزعوا في الدول اللي هي عندها واحد التقارب الثقافي معنا. بعدا هي الاولى ربحوها، عاد من بعد راه كاين عاوتاني افلام اخرين تديروا المهرجانات اللي عايسوقوا لك الفيلم في المهرجانات الكبار في الدول الكبار. دونك خاص واحد يكون عندنا موزعين قويين اللي يقدروا يوزعوا الفيلم، ما يبقاش يتخبع مر على اللهجه ديالنا، لان اللهجه ديالنا بحال بحال جميع اللهجات، كل دوله تدير السينما باللهجه ديالها. راه الهند عندها 80 لهجه وتيخرج لها 80 فيلم وتتوزعوا في العالم كامل، وكلهم تيجيو تيدخلوا الفلوس. وفي هذا السياق يعني شنو مؤخرا التتويج المغربي اسمع المدير في مراكش في السابقه، ربما هذا اكبر دليل بان السينما المغربيه راه ولات بخير. تماما انا ماشي انا دخل حطم رقياتي في المداخل في واحد الفتره قصيره جدا. اسماء المدير مشات المهرجانات قويه جدا ومشى الفيلم ديالها والناس شافوه وخدا جوائز. الفيلم ديال الزرق حتى هو ديال العصابه غادي مزيان، افلام كثيره خارجه. دونك خص المسؤولين بعدا يفرشوا لهاد الافلام هذه، يحضروا لها يعني لي صال اللي يتوزعوا. دابا كاين واحد المشروع ديال وزاره الثقافه ديال 150 صال، نتمنى الله انه يمشي يجي سكوبو في اقرب وقت ويتفتح. ظهرت جوج شركات هما دابا، وحده فتحت لي صال ديالها نتمنى تزيد تفتح لي صال، وواحد الشركه اخرى حتى هي جايه في الطريق. خاص القانون يساير باش ما يكونش واحد الظلم للمنتج. المنتج ملي يقول له جيب الفلوس وخرج الفيلم، راه ما خصوش عاوتاني تظلم، لان تحط فلوس تيقلب عليهم الريق الناشف، خصو على الاقل 50-50 يعني ملي يوزع فين في ليصال خصو 50-50، ماشي تفرض عليه واحد النسبه اللي تيولي هو اقلهم وتيولي ديك الفلوس يربحوا من ناس اخرين ما اشتغلوش في الفيلم. لا خصو ما خصوش يكون الظلم، خصو يتقاد القانون في المساله هذه، يتقاد النظام، تكون الشفافيه، لان الفيلم اللي تيخرج راه ما يمكنش انت كمنتج تخدم 70,000 واحد اللي يتابع الفيلم فين مشى وشكون خدا وشحال ديال اللي تيكي تبعوا. لا تكون واحد الشفافيه، تكون واحد الصرامه، لان حتى هذه صناعه راه ملي تخرج واحد الماده تتبع راه تيكون عليها المراقبه، حتى هذاك الفيلم عنده مراقبه. يخرجوا المنصات، يكون نحاولوا انه يتلقوا اسواق فين يتبع الفيلم. عندنا جاليات قويه جدا بزاف عبر ربع في العالم كله. دونك الى غير الدوله حاولت تاخذ غير اون سال ولا دو سال في شاك دوله، راه هذه بوحدها هي توزع الفيلم. احسب واحد 20 صال هي عندك خارجين مضمونه. دونك الفيلم ديالك عندك في المغرب واحد كدا 20 صال، بيسك 20 صال اخرى، بيسك اسواق اخرين اللي عتبيعهم فيهم اللي عتبيع في الفيلم، هنا عيولي الرواج، يجي المستثمر يقول لك انا نحط الفلوس باش نعاون في هذا الفيلم هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.